السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا تاكوس بجوج حشوات مختلفين، صراحة يجي رائع ولذيذ، فبقوا معايا حتى الاخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو التحضيرات. اول حاجه غادي نبداو بها عندنا جوج بصلات مشلوطين، عندنا جوج شفلات مقطعين على شكل طولين، عندنا ملح عالي بزار، ثومه بودر ولا ثومه طريه، زيت المائده، كفته، لادن. بالنسبه للكفته ولادن الكميه اللي توفرت عندنا، ناخذ الزيت نضيفوه للبصله، عندنا 4 كاس. نضيفو شوية الملحة، ثومة بودر ولا طريز ثومة مسلوق، غادي نخليو حتى تنزل وغادي نضيفو عليها الفلفلة. بالنسبة للكفتة ولادان أنا درتو هنا ميكس، يمكنكم ديرو يا كفتة يا لادان، ماشي ضروري بجوج، حيت أنا بغيت نديرو اليوم ميكس. غادي نضيفوها الفلفله، نخليوها حتى تنزل شويه، وعاد غادي نضيفو لادن. بالنسبه للادن انا درت له الملحه، الابزار، شويه سكينجبير، شويه ديال الثومه بودر، يمكنكم ديروا الثومه طريه، الحامض، شي اللي درت فيه. وبالنسبه للكفته درت فيها الكمون، التحميره، شويه الثومه ومليحة. دابا غادي نوجد جوج حشوات، الحشوة الأولى هي هذه، والحشوة الثانية غادي ناخدو لادن وندوغي غادي نسوطيوها. من بعد ما نحكي الفلفلة غادي نضيفو لادن، غادي ناخذ بطاطا منقيه مقطعه، غادي نضيفو لها فلفله حمراء، ملحه، الابزار، شويه الزيت، حتى الثومه بودر يمكننا نضيفوها، تنديروها في اللاطه وندخلوها للفران. غادي نطيبوها غير في الفران باش نديروها للطاكوز ديالنا.
بالنسبه لنا هي واجبه لا تنسوا كيف هي طايبه الشوكولاته طايبه الشوكولاته رقيقه. غادي نزيدو على التبرد ونزيدو نخوطو اللبن. هذه مقله مقطعه كم بيطيها ناخذ اللبن ونحطه على الشعر. غادي نبداو نلفو الطاكوس ديالنا، لكن من قبل غادي نوريكم لي صوص. هنا عندنا قد المايونيز قد الكيتشوب، يمكن لكم تزيدوا الحر، انا ما درتش الحر. عندنا لاصوص الجيريان هذه تتبع هي هذه. عندنا الكورنيش مقطع صغير، عندنا لافوكا مقطع طراف طوال، عندنا الخس مقطع حتى هو، عندنا مطيشة، وعندنا الفلفلة عندنا الحشوة اللي وجدنا قبيلات. عندنا كمية من الحشوة، نحاول ندخل هذا الشكل هذا من بعد سانطوي نفس الشيء كنديرو من الجانب الثاني، كترجع ليها تضغط هذا على شكل مثلث هذا الشكل هذا. غادي نحطو في البانيه ديالي هي تتسخن ديجا، غادي ناخد واحد اخر غادي نديرو عند الحشوة الثانية، نديرو لاصوص هي الأخرى. العدان اللي سقينا نديرو الخس، هذا
طوماطيش. ها يمكن لكم ديروا تاع البصله اللي بغاها. غنديروا لافوكا. تجي رائعة. Thank you.
التاكوز ديالنا من بعد ما سالينا الطياب هذه هي النتيجة. الحشوة الأولى اللي فيها لبن والكبسة صراحة تجي رائعة ولذيذة، والحشوة الثانية اللي بلافوكا صراحة هي تجي ألذ الناس اللي تيبغيو لافوكا. نتمنى أن هذه الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها وتبارطاجيوها بين العائلة والأصدقاء، والناس اللي أول مرة تيشوفوا الفيديو تنقول لهم مينساوش يتابونا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد. مع السلامة في فيديو مقبل إن شاء الله.